نستيك فام الإذاعة الأولى في تونس. هذا الموظف الاتحاد ثابت الحويجي
أشعر فيها اتنحت كلمته ووفاء من الاتحاد منا سنقدم هذا الرجل تخليجا لما قدمه من عطاء ملهم وإجلالا وتقديرا لما بذله من تضحيات فداء من وطن وانتصارا لحقوق الشغالين ولقضايا التحرر وحق تقرير المصير لشعوب العالم. نحيي هذه الذكرى إكراما لروح التضحية ولفلسفة المقاومة في بعضها النضالي الاجتماعي والوطني. أخواتي وإخوتي في النضال، حراير وأحرار الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أيام معدودات من اغتياله الغادر والجبان، وتحديدا يوم 29 نوفمبر من سنة 1952، وجه فرحات حشاد رسالة إلى رفيق دربه النوري البودالي الذي كان في مهمة لباريس، يطلب منه تأجيل عودته ويفيده فيها بخطورة الأوضاع في البلاد واستفحال حملات القمع والاعتقالات التي يقودها البوليس السري الاستعماري ضد القيادات الوطنية والنقابية، مشير في هذا الصدد والقول مقتطف من نص رسالته: أنا شخصيا تحت رقابة نسيقة ودائمة، البوليس يلاحقني أينما توجهت، في مكتبي وفي محل سكناي وعند الذهاب والإياب، لكن ذلك لن يزيدنا إلا إصرارا وحماسة على مواصلة الدرب. هذا كلام لا يقوله إلا العظماء والكبار. ويواصل حشاد في رسالته أن نظام الاستعمار يريد استئصال ما بقي حيا نابضا في شعبنا، فالاتحاد العام التونسي للشغل هو المستهدف الرئيسي من طرف هؤلاء الرجعيين الحانقين والمغتاظين، فما أشبه اليوم بالأمس. ضد هجمة رأس المال، نعم أقول لكم